في الفترة الجاية ناوي أكلمكم عن البدائل المجانية لأكثر الأدوات استخداما للذكاء الاصطناعي. النهاردة جاي أكلمكم عن البديل القوي جدا، وبالدليل طبعا هو ليه أقوى بديل. لإيه بقى؟ لكانفا. طبعا كلنا غالبا يعني اللي متابعيني وليهم في المجالات اللي انا بتكلم عنها عارفين كانفا وبيستخدموه، النسخه المجانيه مش المدفوعه. لكن ايه البديل القوي اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده، وايه بقى بيميزه بالظبط، وليه ممكن نستغنى عن كانفا في حاجات معينه ونلجا بقى لهذا البديل المجاني؟ تعالوا بقى نستعرض مع بعض هذه النقاط القويه في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قدامنا ادوبي اكسبريس، هو ده اللي انا بعتبره بديل قوي جدا، وبصراحه مجموعه اشياء ولا اجمل ولا اروع انا لقيتها في ادوبي اكسبريس اللي احنا نقدر نستخدمه مجانا. طبعا اكيد يا جماعه اي برنامج لو ما كانش اوبن سورس، يعني لو ما كانش مصدر مفتوح، اي برنامج لازم يعملوا له كده ايه خطط مجانية، واكيد هناك خطط مدفوعة. حتى هنا طبعا ادوبي اكسبريس نفس الشيء، اهو تراي بريميوم، بس احنا مش عايزين ان احنا تتراي البريميوم. ده كانفا وده ادوبي اكسبريس. اختصر وادخل في الموضوع مباشرة واشوف نقطة من النقاط اللي عجباني انا شخصيا في ادوبي اكسبريس ومش لاقيها في كانفا المجاني. ما هو برضو انتوا عارفين كانفا مجاني وهناك خطط مدفوعة. زي ايه تحديدا؟ زي موضوع بقى الخلفية، ان انا احذف الخلفية. انا هنا جيت على يوتيوب ثم نيل تمبلتس. يا شباب نقول ثم نيل، وقعوا البي تماما، ما تقولوش ثم بنيل، ده غلط في اللغه. ثم نيل تمبلتس. جيت هنا اهو عايز اعمل صوره مصغره لفيديو من الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب. وطبعا هنا حتى لما باجي اختار ما اختارش حاجه عليها العلامه دي، لان دي معناها ان لازم اكون مشترك. اخد واحده مثلا زي دي ما عليهاش اي علامه، فبقول له يلا نستخدم هذه الصوره المصغره. اجي هنا احذف دي واحط صورتي، بقول له ابلود واحط الصورة اللي انا عايزها. هذه هي الصورة اهي. طيب انا عايز احذف الخلفية اللي ورايا دي، لو جيت قلت له edit image اهي باك جراوند ريموفر، للاسف عليها علامة التاج ده. ده معناه ان انا لازم اكون مشترك الاشتراك الشهري بقى او السنوي على حسب يعني، لكن ما اقدرش احذف هذه الخلفية مباشرة على كانفا. هنا بقى اللي بيميز ادوبي اكسبريس، ان انا لو جيت عملت نفس الشيء وجيت على الثامنيلز واخترت الصورة هي اهي، تعالوا بقى افرجكم من البداية اهي، مش كده؟ مش بنفس الخلفية. هنا بقى اللي بيميز ادوبي اكسبريس ان انت تقدر تشيلها مجانا. اهو اجي هنا كده واقول له ريموف باك جراوند. يبقى دي من المزايا القوية، تعتبر قوة ضربة حقيقة. اهو يا سلام يا عيني، اتشالت ببساطة اذا من خلال ادوبي اكسبريس وببلاش. ارجع بقى هنا افرجكم على حاجة، عنده مجموعة اشياء ومكتوب عليها كلها انها جديدة، منهم جينيريتيف اي اي رائعة. هنا ممكن على طول مباشرة عنده حاجتين من خلال التكست لايمج اهو يحوله. عارفين انتوا فكرة ميد جيرني برضو وبلو ويلو وهذه الاشياء وهذه البرامج، وايضا عنده هنا تكست افكتس. ممكن اجي في مره اكلمكم بالتفصيل عن الخدمات اللي هم بيقدموها دي مجانا، لكن برضو باكد هم عندهم حاجه اسمها بريميوم، وانا لو جيت على التمبلتس بتاعتهم ما ينفعش ابص على اي حاجه عليها برضو علامه التاج زي برضو كانفا، نفس الفكره دي، التاج ده ابعد عنه. طبعا لو جيت هنا على التمبلت بتشوف بقى كل حاجه بالتفصيل. هنا مثلا الانستغرام ستوري، هنا مثلا البوبولار تمبلتس، بقى كده بيجيب لك الفلايرز، الفيديوز، البوسترز، الانفوجرافيك، بريزنتيشنز، كل حاجه بالتفصيل. هي عندهم مجموعه كبيره جدا وهائله من يعني الفرايتيز بتاعتهم لكل السوشيال ميديا اللي احنا عايزين نشتغل عليها اهي، بلس بقى الحاجات اللي هم اضافوها مؤخرا. دي بقى نقطة من النقاط اللي انا حبيتها في ادوبي اكسبريس. لن اطيل عليكم اكتر من كده، انا حبيت بس افرجكم بمنظوري انا ايه الحاجة اللي عجباني جدا في ادوبي اكسبريس وبلاش، مش موجودة في كانفا. على فكرة انا عندي اشتراك مدفوع في كانفا بصراحة، واقدر على طول مباشرة بقى من خلاله اشيل الخلفية، لكن بس حبيت افرجكم يا شباب يلي عايزين تستخدمه بشكل مجاني تعملوا بقى الموضوع ده ازاي. انا لو مكانك استخدم الاثنين واشوف على حسب الحاجة اللي انا عايزها، ابص هنا وابص هنا واشوف ايه الاحسن لي، ولا اقتصر ابدا على حاجة معينة وما ازنقش نفسي كده في شيء معين، لا لازم يكون عندي اكثر من فرايتي وابص هنا وهنا وهنا واشوف ايه الاحسن لي. ان شاء الله في المرة الجاية هبدأ برضو أكلمكم عن بدائل مجانية لأشياء مدفوعة. خدوا بالكم أنا المرة اللي فاتت اتكلمت معاكم عن
كلود، وكلود ده بديل قوي جدا لشات جي بي تي، وانا حاليا بستخدمه بكثرة وبغزارة هذه الفترة. كلود الشباب، بس ايه انا ليه بذكر النقطة دي؟ لان كتير من الشباب كتبولنا على الفيسبوك، لان احنا حطينا الفيديو ده على الفيسبوك بيج بتاعتنا، وتقريبا الفيديو بقى فايرال ما شاء الله، انتشر بشكل غير طبيعي. كتير بقى من الشباب بيكتبولي تعليقات انه مش شغال في البلاد العربية. يا شباب، التسجيل في كلود بيكون خلال استخدامك للفي بي ان، استخدموا في بي ان، سجلوا، بعد كده ما تستخدموش الفي بي ان، تستخدموا كلود على طول مباشرة بدون اي مشاكل. وعلى فكرة برضو انتوا بتسألوا هل بيدعم اللغة العربية؟ طبعا يدعم اللغة العربية. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.